نسرين الكوميديا فيها الفلوس وبزاف ديال الفنانين فتحوا مشاريع خاصة بهم في المغرب وخارج المغرب. دابا بيناتنا شحال من مشروع عند نسرين دابا؟ يا وليدي قري وبصراحة درت واحد المشروع صغير غير واحد اخويا واشو حنا كنقلقلو ما تعرفش شي حاجه في الخفاء اوي اجيب لك واحد الاسئله عرفنا الكنيه الصحيحه دابا المداخيل وداكشي شنو باش نصوب باش نديكلاري وصي باش الا كان شي مراجعه شي حاجه نشوف نهار تشوفني ما كنحيدش من التلفازه ساعات اجي لعندي ونقول لك شنو عندي حتى انا دابا هاد الساعه ديما درتي شي حاجه درت واحد البروجي صغير بعيد على الفن ولكن المشكل ديالي هو انني كنلقى راسي ما كنقدرش ندير شي حاجه من غير الفن انا تولدت فنانه وغادي نبقى فنانه بيان سور كنفكر انني ندير مشروع في المستقبل ولكن يكون مشروع النيت ولكن راه مزيان لان مثلا في هاد لا بيريود اللي دازت اللي كانت صعيبه على كل شيء هذاك المشروع كان غير كنقدر المداخل ديالو اون اتوندون يجيو مشاريع فنيه راه المداخل ديالو ولو بالنسبه قليله ممكن تنفع لا خاصك انا نقول واحد المساله في اي دومين خاصك الصبر خاصك الصبر باش توصل لواحد النيفو وانا هذاك الصبر باش نوصل لهذاك النيفو وهذاك الوقت ما ماشي بزاف داكور ماشي بزاف صراحه كنصبر على الدومين حيت ملي كتكون كدير واحد الحاجه باغامور الوغ كتصبر على كل شيء نعم ما كيكونش كيقول انا الدومين ما فيهش الثقه مالوغوزمون واخا حنا عارفين كل فنان كيخصو يكون فنان بحيث كما قلتي يمكن هذيك الحاجه الوحيده اللي كيعرف يدير ولكن واخا هكداك باقي عندنا في المغرب ضروري الواحد كيخصو ياسيغي لي زاريير ديالو كما قلتي هاد الجائحه بينات بزاف ديال الحوايج وبزاف الفنانين اللي عانوا حيت كاين اللي عنده شي حاجه اون باراليل كاين اللي معتمد على الفن 100% وسيرتو حنايا في المسرح يعني الفنانين المسرحيين معتمدين بزاف بشكل كبير على المسرح وكنظن دايوغ راه مازال كنتسناو في الدعم ديال المسرح مازال ما خرج خرج الدعم السينمائي ولكن الدعم المسرحي مازال ما خرج وكنتسناو لان كنشوف الفراقي كاين فيهم بزاف ديال الناس ماشي غير الممثل الناس يمكن كيجيو يتفرجوا كيشوفوا الممثل وكيعرفوش راه كاين واحد ليكيب اللي هي كبيره وكل واحد راه عنده واحد الاسره اللي كيعيلها الوغ منين غادي يكون هو خدام هذيك الخدمه وكيتسنى داك الدعم يخرج شحال قدو يتسنى وكنتمنوا ان شاء الله من الله تحسن الامور من هنا لقدام فراسي ديك جوج البومات وسينجل جاي في الطريق شكون بلاتي شويه عليا كتخرج جنون الارتياب كتكون واحد الشخصيه مع الجنون